في شريط فيديو عرضته قوات الشرطة الفيدرالية العراقية تظهر سلسلة من السيارات التي تم الاستيلاء عليها، وكان تنظيم داعش سيستعملها في عمليات تفجيرية يعيق بها تقدم القوات العراقية في الموصل بعد أن يدخل على العربات بعض التعديلات. وقد تم حجز السيارات خلال عمليات تفتيش في حي زنجيلي شمال مدينة الموصل القديمة، وكان مسلح وتنظيم المتطرف أمر عشرات العائلات العراقية في زنجيلي بالتوجه نحو المدينة القديمة حتى يمنعوه من الفرار باتجاه القوات العراقية وهي تحاول التقدم من الجانب الشمالي للمدينة. وكانت القوات العراقية المدعومة من القوات الأمريكية بدأت عملياتها لاستعادة هذا الجزء من المدينة قبل أسبوع، وهي تسقط باستمرار منشورات جوا تحث فيها العائلات على الهرب.